اليوم يجي واحد يقول هذا القرآن النبي جايب لنا من عنده، لأنه ما قرأ سيرة المصطفى ولا قرأ الخطات والمراحل. حينما يقرأ السيرة ويجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله في غار، في غار مطارد، غار حراء، ويا واحد خايف، والخايف يظهر صوتا، وصوته قد يؤدي إلى أن يكتشف الأعداء الذين يريدون القتل، مو جاي يتفاوضون، القتل، وهو يتكلم بلغة المطمئن، وأن السكينة أنزلها الله. هذا لو إنسان كاذب كان هنا يقول اسكت تورطنا أنت بتقتلنا أنت، لكن كلمة الواثق. فمن يقرأ سيرة النبي ويطلع على معجزة بعد معجزة، وأن المعاجز تتدخل في محطات حاسمة، يجد حينئذ أنه يقينه يزداد. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن، يقول للنبي قل 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 لأصحابك، للناس هؤلاء اللي ما آمنوا، قل لهم الحقيقة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، هذا القرآن، ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا. أنا عشت وياكم 40 سنة بدون قرآن، منطقي تعرفونه، كلامي غير، والآن 23 سنة أكبر، وهذا طريقة القرآن وأسلوب القرآن، غير طريقتي في 40 سنة، وغير طريقتي إذا أسولف وياكم، وغير أكبر، كل ما أكبر طريقة القرآن ما تتغير. هذا مو من عندي، لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه. فمن يطلع على السيرة يقوى إيمانه، هذا الأمر الأول.